اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف ونبدا من اهم العناوين. على البصائر العراقية، المحاصصة الطائفية لا تغادر العراق بوجود المصالح المتبادلة للأحزاب السياسية الحالية. على المدى، محتجون يتهمون أحزابا بزج ميليشياته لتشويه تظاهرات والصدر يدعو إلى تصفية الساحات. ألترا عراق، أوامر جديدة ضد جميل الشمري والتنفيذ بيد الكاظمي. العرب اللندنية، الموصل أرض معارك بالوكالة تصارع حكم الميليشيات. على الزمان، المتقاعدون، الحكومة تجاوزت الخطوط الحمراء وقرار الاستقطاع غير دستوري. على القدس العربي، فرض حظر صحي على العديد من أحياء بكين بعد ظهور إصابات جديدة بكورونا. عربي 21، إصابات بمواجهات وسط بيروت وإحراق محلات تجارية. الاتفاقية الجديدة ليست سوى تأكيد للاتفاقيات المذلة السابقة اقتضتها حاجة أمريكية لتأمين حماية كاملة لقواعدها العسكرية وسفارتها الكبيرة من قبل الحكومة العراقية من جراء قيام بعض الميليشيات الولائية بالتعرض لها بالصواريخ والقاذفات خدمة لمصلحة إيران. وقد تمت الإشارة إلى هذا الأمر في البيان الشكلي الذي صدر عن الاجتماع يوم أمس. أما إذا حدث بقدرة قادر ورفض الولائيون هذا الاتفاق فعلا وليس إعلاميا، فإن هذا المحتل الأمريكي المجرم سيرفع كما قيل كارت الحصار الأحمر وإرجاع العراق إلى الفصل السابع. مقال للكاتب عوني قلمشي في مجلة الجاردينا، نتابع. لقد فعل المحتل الأمريكي في العراق ما فعله المحتل البريطاني بالتمام والكمال، حيث ألحق هذا المحتل الجديد العراق بالتاج الأمريكي وعين عليه إدارة أمريكية برئاسة الجنرال جاي غارنر ثم حاكما مدنيا اسمه بول بريمر. لكن المقاومة العراقية الباسلة أجبرت أمريكا على التخلي عن حلمها البريطاني وشكلت مجلس حكم من 25 عميلا ومرتزقا ثم حكومة مدنية وبرلمانا ودستورا وعلما. لكن هذه التشكيلات هي الأخرى ينطبق عليها وصف شاعرنا، فكل عن المعنى الصحيح منحرف. وفق هذا السياق جرى اجتماع بين مندوب أمريكي وممثلين عن الحكومة العراقية في 11 حزيران، لم يستغرق سوى ساعات، وكانت خلاصته تأكيد الاتفاقيات السابقة وعلى وجه التحديد الاتفاقية الأمنية أو المسمات أيضا باتفاقية الإطار الاستراتيجي والتي أصبح العراق بموجبها ولاية أمريكية وقاعدة عسكرية متقدمة بامتياز. ودعك من الفقرات الأخرى التي تخص إعادة الأرشيف السياسي وقطع أثرية وتعاون في مجال الطاقة إلى آخر هذه الترهات. أما تسمية هذا الاجتماع السريع بالحوار الاستراتيجي أو المفاوضات بين العراق وأمريكا فهو أمر يدعو للسخرية ويستهجنه أي سياسي متابع للشأن العراقي مهما تدنى مستواه، لسبب بسيط هو أن المفاوضات تفترض وجود طرفين متكافئين أو على الأقل يتمتعان بالسيادة والقرار المستقل. إذن هي معركة بين محتل ومشاريعه العدوانية وشعب خلفه ثورة عملاقة مشروعها تحرير العراق واستعادة استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه. إنها معركة ليست كبقية المعارك، إنها المعركة الفاصلة، معركة لا منطقة رمادية فيها، فأما مع الاحتلال أو ضد الاحتلال، معركة لا مساومة فيها ولا مبادرات لإخراج المحتل بماء الوجه، وإنما معركة لإخراج المحتل بسواد الوجه. المشروع الإيراني أخذ أبعادا كثيرة ووقائع ميدانية ودلائل واضحة وأساليب موجهة اعتمدت صيغة الدولة العميقة ورسمت خططها وأعدت أدواتها بالعمل الميداني
الذي هيمن على جميع مرافق الحياة وأسس لنفوذ إيراني كبير وبركائز ثابتة تمثلت في إعداد الشخصيات التي أوصلتها الأدوات السياسية الإيرانية إلى مراكز متقدمة في مواقع السلطة الحكومية في بغداد. مقال للكاتب إياد العناز في صحيفة البصائر العراقية نطالع فيه. أهمية الأحداث القادمة أنها تلقي بظلالها على فعل أساسي في السياسة العراقية ويتمتع بنفوذ وأهمية بالغة في صنع القرارات الهامة في الميدان، ولديه أدواته وشخصه وإمكانياته المادية والاستخباراتية والاقتصادية والنفوذ السياسي مع معظم الأحزاب والكتل السياسية المشاركة بالعملية السياسية. وهنا نشير إلى أن النظام الإيراني وكيفية تعامله مع المفاوضات وموقفه من الحوارات التي جرت يوم 11 من حزيران عام 2020 بجولتها الأولى، لأنها تعتبر ذات أهمية كبرى تتعلق بمستقبل وجوده ومشروعه السياسي التوسعي في العراق، ولديه رؤيته الخاصة في كيفية تحول الأوضاع العامة في بغداد بما يتلائم والحفاظ على مصالحه ومنافعه التي عمل عليها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وإطلاق يده بشكل مباشر من قبل الإدارة الأمريكية آنذاك للتعامل مع الواقع والمشهد السياسي العراقي بما يحافظ على علاقة متوازنة لكل من الطرفين الإيراني والأمريكي ومساحة النفوذ المتفق عليها بينهما. ولكن تسارع الأحداث جعلت النظام الإيراني يتمادى في سعيه للهيمنة الكاملة على مقدرات العراق والتلاعب بمستقبله والاستئثار بثرواته وموارده المالية وإعداد منهج عمليا يوازي هذه الأهداف، تمثل بدعم وتكوين العديد من الميليشيات المسلحة التي تدين بالولاء للنظام الإيراني. وأمام هذه التحديات أصبحت الأجهزة التنفيذية والسياسية والعسكرية الإيرانية تتعامل مع حكومة بغداد حسب أهدافها ومصالحها وتثبيت أركان تواجدها في البلاد وهيمنتها على جميع القرارات ذات الطابع السياسي والأمني الذي يسعى للحفاظ على التوجيهات الإيرانية في العراق. تتداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الأخبار عن عزم حكومة مصطفى الكاظمي استقطاع نسب من رواتب الموظفين لسد العجز منه من جراء المعاناة أو هذه الظروف التي تعاني منها البلاد نتيجة جائحة كورونا وانخفاض واردات النفط وتداعياتهما. وبالمقابل صفحات التواصل الاجتماعي تنتشر في غضب وفورة الحالة الاجتماعية في العراق من بركان من الموظفين وتهديدات بإضراب عام أقدمت الدولة عليه أو قدمت الدولة مبالغ ذهبت سدى. مقال عن استقطاع هذه الحصص من رواتب الموظفين والمتقاعدين للكاتب محمد الياسري في صحيفة الزمان العراقية نطالع. ورغم أن الدولة لم تسعى لاتخاذ أي إجراءات لتعزيز مواردها وإحكام سيطرتها على السبل التي ممكن أن تأتي لها بالمزيد من الأموال، ولم تحاسب مافيات الفساد والسراق، ولم تغلق أبواب نهب الثروات، ولم تسعى لفرض سيطرتها على الموانئ أو المنافذ الحدودية، إلا أنها سارعت وبكل أدواتها لنيل من رزق المواطن ومصدر عيشه. ولا أحد يعلم لماذا كلما تمر الدولة العراقية بأزمة مالية تركض بكل سرعتها وقوتها صوب المواطن ورزقهم وتقطع من رواتبهم، ولا تفعل العكس عندما تكون في بحبوحة ولديها فائض بالواردات وتعمل على زيادة الرواتب. المصيبة أن حكومة السيد الكاظمي تتحدث عن ظروف مالية صعبة، لكنها تستحدث وزارة جديدة ووسائل إعلام تتحدث عن تعيين رئيس الوزراء لعشرات من المستشارين الجدد براتب مقداره 6 ملايين دينار شهريا، مع ما يترتب على هذه التعيينات من أمور أخرى كالمركبات والحمايات والمكاتب والحواسيب و و و و. فلماذا هذا التناقض؟ ولما الإصرار على معاقبة الموظف الذي لا يملك إلا راتبه وهو موزع بين الطعام والدواء وصاحب المولدة والمدارس والدروس الخصوصية؟
لماذا محاربة الموظف وتقليل فرصة أن يتمتع بقليل من الرخاء إن حدث؟ ولا تفكر الحكومة بعشرات الحلول وهي متيسرة ويعرفها أي عراقي لحل الأزمة؟ لماذا تصر الحكومة على جعل الموظف حيتنصيص؟ هكذا كتب الكاتب. لمعالجة ظروفها ولا تجرؤ أن تمس أي فاسد امتلأ كرشه بثروات البلاد. الكثير لا يعرف أين تذهب واردات وزارات كالنفط والنقل والداخلية وهي بالمليارات، ولا أحد يعرف كم يدخل للحكومة من الجمارك والضرائب والمنافذ الحدودية. على الحكومة أن تعي أن رواتب الموظفين هي من تحرك الاقتصاد وعجلة الاقتصاد. الصراع السياسي على نينوى يمثل قيمة استراتيجية لطهران فيما تريد واشنطن أن تحد من النفوذ الإيراني فيها. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية. وقد كشف عدد من مسؤولي الحكم المحلي والنواب في بغداد والقيادات العشائرية في تصريحات لوكالة رويترز خبايا معركة بالوكالة لا تتيح لمدينة الموصل النهوض من عثرتها. وعلى الرغم من تحرير المدينة من داعش منذ أكثر من 3 سنوات، فإن النفوذ الإيراني يشكل خطراً إضافياً يهدد جهود الإعمار وعودة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. فإيران تعمل على تدعيم وضع حلفائها المحليين بالمال والمساندة السياسية لتحكم قبضتها على المدينة وتهيمن على قرارها المحلي في تحد للتحذيرات الدولية وخاصة الأمريكية. نتابع. أصبح جانب كبير من الموصل عبارة عن أطلال، حيث تتعثر حركة السيارات عبر جسور مدمرة، ويبيع ذوي الاحتياجات الخاصة من ضحايا الحرب المناديل الورقية والسجائر والشاي عند التقاطعات. وتلك صورة من البؤس يخشى المسؤولون العراقيون أنها تمثل الأرض الخصبة المثالية لعودة الدولة الإسلامية للظهور. وكان من شأن تغيير المحافظ مرتين في 2019 عدم قيام الإدارة المحلية بإحالة عقود مشروعات جديدة لا تقل قيمتها عن 200 مليون دولار في العام الماضي. ويقولون مسؤولون، كما توضح وثيقة من الإدارة المحلية، أن من بين هذه المشروعات مستشفى جديد للطوارئ وشراء عربات لنقل الركام من البيوت التي تهدمت في القصف وتدعيم أسطول فرق الدفاع المدني التي لا تملك المعدات الكافية. لكن وكلاء طهران عرقلوا هذه الجهود، واتهمت متحدثة باسم وزارة خارجية أمريكية إيران ببذل جهد كبير للهيمنة على كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في العراق. تتجه الولايات المتحدة وروسيا إلى نوع من المواجهة في سوريا وليبيا مع تزايد التوترات في كلا البلدين، ووسط مخاوف في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون من تزايد دور موسكو في ليبيا. إذ يقول الكاتب سيث فرانتزمان في مقال نشره على موقع ذا هيل القريب من الكونغرس إن هناك رغبة أمريكية في قلب هذه الحرب الباردة في رؤية روسيا وهي تغرق في المستنقع السوري والعديد من الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، حيث فشل حليف موسكو في دمشق ولا تزال موسكو تتعامل مع الاقتصاد المتدهور هناك. ويشير فرانزمان مدير مركز الشرق الأوسط للإبلاغ والتحليل إلى تصريحات جيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص لسوريا التي قال فيها إنه يريد أن يجعل سوريا مستنقعا للروس، وهو يستحضر صور أفغانستان في الثمانينيات. وقد أرسلت روسيا في وقت سابق من هذا الشهر طائرات إلى سوريا، كما قامت بتزويد دمشق بنظام الدفاع الجوي، ونشرت معلومات خاطئة حول سوريا، وأرسلت العديد من المقاودين المسلحين إلى سوريا. وفي ليبيا، والحديث للكاتب فرانزمان، كانت روسيا تدعم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وبدأ الصراع الليبي وكأنه حرب بالوكالة بين تحالفات مختلفة في الشرق الأوسط، في حين كانت الولايات المتحدة خجولة في القيام بدور القوي في ليبيا منذ مقتل السفير كريستوفر سيفنز في بنغازي عام 2012، وهو الحادث الذي أصبح فضيحة في واشنطن.
الصراع الليبي. على الرغم من ذلك كان على رادار واشنطن، خاصة بعد أن بدأت روسيا بإرسال مقاتلات حربية إلى ليبيا، وكذلك تركيا التي أرسلت طائرات بدون طيار. ويؤكد الكاتب أن على البيت الأبيض أن يقرر ما إذا كان جادا في مواجهة روسيا في ليبيا وسوريا، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يلتقي كبار المسؤولين الأمريكيين والروس في فيينا في 22 من يونيو لمحادثات الحد من التسلح، لكن ليبيا ليست على جدول الأعمال. كما أن الكاتب أكد ضرورة أن تضع الولايات المتحدة أهدافا واضحة وقابلة للتحقيق لسوريا وليبيا. قالت صحيفة الجارديان في تقرير لمراسلها مارتن شولوف إن قانون قيصر الأمريكي قد يدمر الاقتصاد السوري المنهار أصلا، وأضاف أن النقاد يرون في قانون قيصر استراتيجية أمريكية قد تزيد من مشاكل البلاد والمنطقة بشكل عام، وأشار إلى خسارة العملة السورية 70% من قيمتها، فيما يعاني أكثر من نصف السكان نقصا في المواد الغذائية وتتراجع الآمال في إعادة بناء البلاد. تبدو سوريا غير قادرة على مواجهة صدمة جديدة، إلا أن العقوبات الأمريكية التي سيسري مفعولها الأسبوع المقبل قد تترك أثرها المدمر على الاقتصاد المترنح، وربما ضخمت التراجع الأخطر في المنطقة والذي لم يمر عليها منذ عقود. يعرف القانون باسم قيصر، وهو في مركز الجهود المعارضة لنظام بشار الأسد والاقتصاص من مرتكبي جرائم الحرب خلال الحرب الأهلية التي تعاني منها البلاد منذ 9 أعوام. وعشية تطبيقه نظر للقانون على أنه تعبير عن محاولة لسحق طرفين رئيسيين داعمين للنظام، وهما حزب الله وإيران. فقبل أشهر من الانتخابات الأمريكية الرئاسية، يظل الحد من نشاطات إيران الهم الرئيسي لصقور إدارة دونالد ترامب، والذين يعتقدون بنجاعة استراتيجية أقصى ضغط والتي تفرضها أمريكا على إيران، وتؤثر تحديدا على شبكات التأثير التابعة لها في المنطقة، وبالتحديد حزب الله الذي يلعب دورا مهما في الحكومة اللبنانية. ولكن الاستراتيجية الأمريكية أدت إلى سلسلة من الأزمات بالمنطقة، حيث يواجه لبنان حالة من الانفجار الاقتصادي واضطرابات مدنية، أما العراق فيعيش ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة قلة الموارد المالية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة. في الوقت الذي انهار فيه الاقتصاد السوري، وكذا انهار الاقتصاد اللبناني وتراجعت قيمة العملة في كلا البلدين، ولم يعد بقدرة السكان الحصول على المواد الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار، وشهدت معاقل النظام القوية في اللاذقية والسويداء تظاهرات. أسقط حشد من المحتجين تمثالا للمكتشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس في سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية اليوم الخميس، في أحدث واقعة لإسقاط تماثيل ونصب في غمرة تظاهرات تجتاح البلاد احتجاجا على وحشية الشرطة والتفاوت بين الأجناس. وأسقط بضع عشرات من المحتجين يقودهم أحد النشطاء الأمريكيين الأصليين في ولاية مينيسوتا تمثال المصنوعة من البرونز الذي يبلغ طوله 10 أقدام من على قاعدته المصنوعة من الجرانيت أمام مبنى برلمان الولاية، في حدث سجله مصورو الصحافة والتلفزيون. ويعترض الناشطون من الأمريكيين الأصليين منذ فترة طويلة على تكريم كولومبوس، قائلين إن حملاته في الأمريكيتين أدت إلى الاستعمار والإبادة التي تعرض لها أسلافهم. إلى الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتورية.
إلى صدى أقلام مقبل، في أمان الله.